السلام عليكم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف السادس الابتدائي، وهذا يوم آخر إن شاء الله من أيام المراجعة للامتحان. هذا اليوم إن شاء الله سنقوم بمراجعة موضوعي إعراب الفعل المضارع ومحفوظة أسرتي، ترون أمامكم التدريب الإثرائي الأول، وتلاحظون هذا التدريب هو عبارة عن اختيار من متعدد، هناك يعني اختيارات متعددة في تحت كل سؤال، وأنتم تختاروا أحد هذه الاختيارات. نبدأ بقراءة السؤال، اختر الجواب المناسب لما يأتي. اختر الجواب المناسب لما يأتي. أولاً، متى يرفع الفعل المضارع؟ متى يرفع الفعل المضارع؟ أليف: إذا تجرد عن الناصب والجازم. باء: إذا لم يأتي مجرورا. إذن الإجابة الصحيحة أو الاختيار المناسب، ما هو الاختيار المناسب؟ إذا تجرد عن الناصب والجازم. فإذن أولا الجواب عليها هو اختيار أليف. أولا، أو السؤال الأول الإجابة عنه اختيار الجواب أليف. ثانيا، ما فائدة الحرف لن؟ ما فائدة الحرف لن؟ الجواب ألف: النفي والنصب. باء: النفي والجزم. يعني لن تفيد النفي والنصب أو تفيد النفي والجزم. الجواب المناسب هو تفيد النفي والنصب. إذن اثنين، الجواب المناسب هو ألف. ثالثا، ما اسم اللا أو ما اسم اللا التي يكون الفعل المضارع بعدها مرفوعا؟ هناك لا يأتي بعدها الفعل المضارع مرفوعا، وهناك لا يأتي بعدها الفعل المضارع مجزوما. هنا نسأل عن اللا التي يكون بعدها الفعل المضارع مرفوعا، ما اسمها؟ عندنا اختيارين: ألف لا الناهية، باء لا النافية. الجواب هو الاختيار باء. ثالثا، الاختيار المناسب لهذه العبارة هو باء، لأنه الاسم التي يكون الفعل المضارع بعدها مرفوعا، أو لا عفوا، التي يكون بعدها الفعل المضارع مرفوعا هي لا النافية وليست الناهية. الناهية جازمة والنافية لا تجزم، يبقى الفعل مرفوع. رابعا، النقطة الرابعة: أي الأحرف التي بإضافة أحدها في بداية الفعل تجعله مضارعا؟ يعني هناك أحرف إذا أضفنا منها حرف في بداية الفعل تعمل أو تجعل هذا الفعل يكون مضارعا. الاختيارات: ألف أحرف أنيت، باء أحرف أبيت. الجواب هو في النقطة رابعا هو ألف أحرف أنيت. أحرف أنيت هي التي عند إضافة أحدها إلى الفعل تجعله فعلا مضارعا. النقطة الخامسة والأخيرة: ما علامة نصب الأفعال الخمسة؟ نحن نعرف أن الأفعال الخمسة هي من الأفعال المضارعة، فإذن الأفعال المضارعة ترفع وتنصب وتجزم. السؤال هنا: ما علامة نصب الأفعال الخمسة؟ الخيارات: ألف ثبوت النون، باء حذف النون. الجواب على النقطة خامسا هو باء. علامة نصب الأفعال الخمسة هو حذف النون. علامة نصب الأفعال الخمسة هو حذف النون. فإذا أبنائي وبناتي، عليكم أن تنتبهون وأنتم تقرؤون، وأيضا إذا قمت بصياغة أسئلة من هذا النوع، من نوع الاختيار من متعدد، قوموا بصياغتها بطريقة دقيقة لكي تقرأوا بشكل دقيق، وأيضا في يوم الامتحان لابد أن تكونوا على درجة عالية من التركيز إن شاء الله.
ننتقل إلى التدريب الإثرائي الثاني، وهو املأ الفراغات، وكلها من القصيدة من المحفوظة. هذه الفراغات الآن: أولاً، أسرتي قصيدة للشاعر فراغ. ما اسم شاعر قصيدة أسرتي؟ اسمه حسين عطية السلطاني. حسين عطية السلطاني. فإذا الفراغ الأول نملأه باسم الشاعر حسين عطية السلطاني. ثانيا، تتكون الأسرة من فراغ والأم وفراغ. الجواب: من الأب. والفراغ الثالث: الأولاد. يعني يكون الجواب هكذا: تتكون الأسرة من الأب والأم والأولاد. ثالثا، يقول الشاعر: وفي الطيوب فراغ. هنا أخذنا جزء أو شطر من أحد أبيات القصيدة وجعلنا فيه فراغا. شاعر يقول فيه: وفي الطيوب فراغ. الجواب: نسمتي. وفي الطيوب نسمتي. رابعا، يقول الشاعر: وفي السرور جنتي وفراغ وفراغ. وفي السرور جنتي وفراغ وفراغ. نضع في هذا الفراغ أو الفراغ: متعتي روضتي. في الفراغين نجعل: ومتعتي وروضتي. فيكون البيت هكذا: وفي السرور جنتي ومتعتي وروضتي. وفي السرور جنتي ومتعتي وروضتي. الفراغ الأخير هو خمسة: كلمة الروضة تعني. ولذلك قلت لكم: عليكم أن تقرأوا في مواضيع القراءة، أن تقرأوا حتى معاني المفردات، لأننا سنأتي بمعاني مفردات أو سنطلب معاني مفردات من مواضيع القراءة المحددة لكم. كلمة الروضة ما معناها؟ فنأخذها من معاني المفردات. كلمة الروضة تعني الحديقة. كلمة الروضة تعني الحديقة. بهذا نكون قد أنهينا. أيضا تلاحظون أن الفراغات ما بها خيارات، وإنما تعتمد على قراءتكم وعلى تذكركم للعبارات والإجابة عليها. ولذلك عليكم أن تقرأوا قراءة جيدة وقراءة دقيقة. التدريب الإثرائي الأخير والثالث، وهو: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية. إذن هذا التدريب هو تدريب الصح والخطأ. فالعبارة الصحيحة نضع أمامها صح، والعبارة الخاطئة نضع أمامها خطأ. العبارة الأولى: يجزم الفعل المضارع بحذف حرف العلة إذا كان معتل الوسط. إذا كان الفعل معتل الوسط، نحن نجزم الفعل المضارع بحذف حرف العلة. الجواب: خطأ. يعني الآن مثلا مثال على الفعل المعتل الوسط: قال. إذا والفعل المضارع مالته: يقول. فإذا أتي بأداة جزم وأضعها، ماذا أقول؟ مثلا أقول: لم يقل. لم يقل علامة الجزم هي السكون وليس حذف حرف العلة، فإذا هذه العبارة خاطئة. العبارة الثانية: معنى كلمة ثغري الواردة في محفوظة أسرتي هو فمي. معنى كلمة ثغري الواردة في محفوظة أسرتي هو فمي. هذه العبارة صحيحة. إذا ثانيا صح. الثالثة، العبارة الثالثة: يكرر الشاعر في البيت الأول لفظ أسرتي. يكرر الشاعر في البيت الأول لفظ أسرتي. الجواب على ثالثا صح. فعلا هو يكرر: يا أسرتي يا أسرتي. العبارة الرابعة:
لم من أدوات نصب الفعل المضارع، لم من أدوات نصب الفعل المضارع، وهذه العبارة خاطئة. لماذا؟ لأنه لم من أدوات جزم الفعل المضارع وليست نصب الفعل المضارع. فإذن العبارة الرابعة عبارة خاطئة. العبارة الخامسة والأخيرة، يرفع الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة بثبوت النون. يرفع الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة بثبوت النون. إذن علامة رفع الأفعال الخمسة هي ثبوت النون. الجواب صحيح، هذه العبارة صحيحة، فنضع كلمة صح، لأنه الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة فيكون مرفوع بثبوت النون، وإذا كان مجزوما أو منصوبا يجزم وينصب بحذف حرف النون. بهذا نكون قد أكملنا مراجعتنا لهذا اليوم لموضوعي حالات الفعل المضارع، اللي هي 3 حالات: الرفع والنصب والجزم، وأيضا مراجعة محفوظة أسرتي، و تلاحظون يعني ما هي الأسئلة التي أخذناها منها، أو يعني استطعنا أن نستخرجها من هذه المواضيع، سواء موضوع القواعد أو موضوع القراءة. وأنتم أيضا بإمكانكم أن تقوموا بإنشاء تدريبات من هذا النوع على المواضيع وتقوموا بحلها، وبهذا تكون المراجعة مفيدة ونافعة لكم، لأنك تقوم بمراجعة السؤال والجواب. في ختام هذه المراجعة أتمنى أن لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله، وأستودعكم الله، وإلى اللقاء إن شاء الله. مع السلامة.